بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية. عبر جلالته فيها عن تهانيه الخالصة وتمنياته الصادقة لفخامته بموفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق والسداد لتحقيق طموحات وتطلعات الشعب التركي الصديق وآماله في مزيد من التقدم والازدهار، مشيدا جلالة الملك المفدى بعمق العلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وما تتميز به من اطراد ونماء في المجالات المختلفة.